أولاً نحب أقول إن الاثنين مكملين لبعض، يعني ما أقدرش أقول إن في أشياء الرجل يقدر يقوم بيها لكن الست ما تقدرش تقوم بيها، وخصوصاً أنا بلمسها كتير في حياة القسيس. يعني مثلاً لو شخص مريض في الكنيسة ومحتاج يروح لدكتور، بيتصل على القسيس مثلاً إذا كان في الليل نهار في أي وقت، هو بدوره بيقوم يوديه للدكتور، لكن أنا ما أقدرش أقوم بدور زي كده. مثلاً ممكن في النهار ممكن أساعد لكن في الليل ما أقدرش، لكن الأساسي طبعاً التعاون حاجة كويسة، والعمل المشترك بيبقى حاجة كويسة قوي إن الاثنين يكونوا متعاونين مع بعض. إذا مثلاً الزوج شاف الزوجة مجهدة ومرهقة وتعبانة ووراها مشاغل كتير وهو عنده وقت فراغ، مش معقول يسيب يبقى هو قاعد قدام التلفزيون يتفرج وهي مطحونة يا حرام، مش لاقية يعني في أشد الاحتياج إن حد يساعدها ومضغوطة هو قاعد بيتفرج على التلفزيون، حتى ده يديها إحساس إن محدش حاسس بيها، محدش مبالي إذا كانت هي تعبانة ولا مش تعبانة، محتاجة مساعدة ولا لأ. فده لأ طبعا شعور مش حلو أبدا إنه يبقى كده، لأ لازم أن يكون في تعاون مع بعض في البيت. مش عيب ان الراجل يشتغل، مش عيب، مفيش حاجة عيب، العيب هو العيب ان الواحد يعمل غلط، لكن عمر ما العمل ما كان عيب ابدا. هو طبعا ما اقدرش اقول ان كل الوظائف المرأة تقوم بها، يعني مثلا زي الدخول في الشرطة مثلا، انا ما ينفعش واحدة ست تكون شرطة، لان هي الست كونها بطبيعتها انسانة ضعيفة ما تقدرش يعني تقبض على مجرم او تجري او تعمل، هي ضعيفه مش هتقدر تتحمل كل المشقات اللي الرجل يقدر يتحملها، لكن الست ليها ادوار تانية ممكن تقوم بيها. يعني في ادوار تنفع للرجل والست، لكن في ادوار معينه ما ينفعش الست تدخل نفسها فيها، لازم أن تكون تخص الرجل.